يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 46 بعد 100 من سلسلة دروس كتاب اللباب، شرح متن الكتاب للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيم الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. الله لا إله إلا الله. وصلنا إلى قوله رحمه الله: وإذا قال المدعي لي بينة حاضرة في المصر، قيل لخصمه يعني المدعى عليه: أعطه كفيلا بنفسك 3 أيام. 3 أيام، إيش يعني كفيلا بالنفس؟ ما معنى أحبابنا في درس الكفالة؟ أن الكفالة عندنا بالنفس تصح، تجوز الكفالة بالنفس عندنا، وجواز الكفالة بالنفس عندنا استحسان، وهذا مر معنا. وبذلك أخذ علماؤنا، طبعا القياس كما تذكرون أنه أن الكفالة بالنفس، القياس أن الكفالة بالنفس لا تجوز عندنا، أن الكفاءة هنا لا سيما في هذه المسألة الآن، لا سيما في هذه المسألة هنا، القياس أن الكفالة بالنفس لا تصح. لماذا لا تصح في القياس؟ قال: لأن مجرد الدعوة، مجرد أن أدعي عليك، أن أدعي عليك، هذا ليس سببا للاستحقاق. مجرد الدعوة ليست سببا للاستحقاق، نعم. والقياس أيضا أنه لا يصح ولا يؤخذ الكفيل قبل إقامة البينة، قبل إقامة البينة. والآن المدعي الآن قال لي بينة حاضرة، يعني البينة غير موجودة الآن. فإذا في القياس عموما الكفالة بالنفس لا تصح، وفي هذه المسألة خصوصا كذلك قياسها لا يصح أخذ الكفالة بالنفس، نعم. ومر معنا أحبابنا أن المضمون بالكفالة بالنفس هو إحضار المكفول به، إحضار، يعني لما قال الشيخ الآن قيل لخصمه أعطه كفيلا بنفسك، كيف يعني أعطه كفيلا بنفسك؟ يعني مثلا جاء زيد وادعى علي حقا من الحقوق، وقال زيد للقاضي لي بينة ولكنها في مصر ليست هنا، فماذا؟ أنا أريد، عندي مشاغل، أريد أن أذهب. فيقول القاضي لي أنا الخصوم: أعطه لمن؟ للمدعي كفيلا. إيش يعني؟ يعني أحضر شخص يقول للقاضي وللمدعي: أنا أكفل فلان بأن يرجع خلال 3 أيام، أو بأن يرجع في أي وقت تطلبونه. نعم، هذه تسمى إيش؟ كفالة بالنفس. طيب الآن ما هو المضمون بهذه الكفالة؟ المضمون أنا أو الكفيل أن يحضرني وقت ما يطلب القاضي أو المدعي، نعم. حتى لو شرط المدعي شرط بالكفالة أن يحضر الكفيل المدعى عليه في وقت معين وتخلف عن إحضاره
يأمر القاضي بحبس الكفيل، يحبسه. ليه؟ قال لأنه في تخلف إحضار المدعى عليه ظلم، والظالم يحبس، الظالم يحبس، لا يصفق له ولا نقف بجانبه ولا ندعمه ونؤيده، ما يصح هذا في الشرع ولا في الأخلاق ولا في الأعراف، فلذلك يحبس، يحبسه الحاكم. هذا يعني إيش؟ قيل لخصمه أعطه كفيلا بنفسك 3 أيام، ليس أكثر من 3 أيام، واضح أحبابنا؟ ليه؟ قال لئلا يغيب نفسه، لئلا يقوم المدعى عليه بالهروب والاختفاء فيضيع، قال فيضيع حقه، حق المدعي يضيع عندها. قال والكفالة للنفس جائزة عندنا. قال وأخذ الكفيل لمجرد الدعوى، لاحظ الأصل، الأصل أحبابنا القياس أنه لا يجوز، لا يجوز، أو نقول الأصل أن الدعوة، الدعوة ليست سببا للاستحقاق كما ذكرنا قبل قليل، هي أمر. الأمر الثاني، لا يجوز أخذ الكفيل قبل البينة، هذا القياس. قال وأخذ الكفيل لمجرد الدعوة استحسان عندنا، لأن فيه، في أخذ الكفيل نظرا، إيش يعني نظرا؟ نظرا للمدعي، يعني رعاية لمصلحة المدعي، وليس فيه كثير ضرر بالمدعى عليه، لأن حضور المدعى عليه أحبابنا مستحق عليه بمجرد الدعوة، بمجرد أنت ما ادعيت على زيد بحق من الحقوق صار حضوره، حضور المدعى عليه في مجلس القضاء واجبا عليه. فإذا أخذ الكفيل ليس فيه مزيد ضرر على المدعى عليه، ولكن عدم أخذ الكفيل فيه ضرر على المدعي، نخشى أن يضيع حقه. هذا وجه الاستحسان. قال والتقدير بثلاثة أيام مروي عن سيد أبي حنيفة رحمه الله وهو الصحيح. قال ولا فرق في الظاهر، يعني في ظاهر الرواية، ولا فرق في ظاهر الرواية بين الخامر والوجيه، يعني إذا كان المدعى عليه خاملا ليس له قدر، من عامة الناس، من سوقة الناس، نأخذ كفيلا بالنفس عنه 3 أيام. وإذا كان المدعى عليه من علية القوم، من وجهاء القوم، كان وزير مثلا، كان نائب رئيس الدولة، كان محافظ مثلا، كذلك يؤخذ منه كفيل، لا فرق بين الخامل وبين الوجيه. والحق بعض الأقوال عندنا أن الوجيه، الوجيه لا يأخذ كفيل، لا يوضع كفيل عنه. ليه؟ قال لأن وجاهته تمنعه من الظلم، لاحظ الأصل، هذا الأصل، الوجاهة تمنع من الظلم، على خلاف هذه الأيام. أحد أكبر أسباب الظلم وأعظم أسباب الظلم هي الوجاهة، يعني أن يكون الإنسان ذا منصب. اختلفت المفاهيم سبحان الله. فالأصل أن الوجيه ما يظلم. ليه؟ قال لأن هذا يخدش بكرامته في وجاهته بين الناس. أما الآن الوجيه إذا ما ظلم ما يصير وجيه، لأن الجماعة كلها ظلام على بعضهم. قال والحقير بين المال والخطير كذلك لا فرق، لا فرق، سواء كنت أنت أنا المدعي ادعيت على زيد بدرهم أو بألف درهم، فالمدعى عليه ادعيت عليه بدرهم أخذ كفيل عليه ب3 أيام، ادعوت عليه ب100,000 كذلك أخذ الكفيل. قال والحقير من المال والخطير كما في الهداية. قال فإن فعل، أي أعطى المدعى عليه كفيلا بنفسه، فبها، يعني فبها ونعمة
والموضوع محلول ما عندنا مشكلة. وإلا لم يعطي كفيلا، لم يعطي مدة عليه كفيلا، ما عنده كفيل، أمر يعني المدعي، أمر القاضي يأمر المدعي بملازمته، بملازمة المدعى عليه. كيف يعني يلازمه؟ قال يعني يسير معه حيث سار ويتوجه كالظل، حتى إذا دخل بيته يجلس أمام الباب. ليه؟ كي لا يهرب، كي لا يختفي فيضيع حقه. قال لئلا يذهب حقه. قال إلا أن يكون المدعى عليه غريبا. إيش يعني غريبا؟ قال مسافرا، أي مسافرا على الطريق، يعني هو عابر سبيل ماشي ترانزيت، يعني ليس مقيما. أما إذا نزل ليقيم 4 أيام 5 أيام 10 أيام له حكم آخر، أما لا هو مسافر على الطريق، القافلة ماشي. فادعى المدعي زيد على واحد من هذه القافلة التي تمشي في الطريق، ادعى عليه حقا. إلا أن يكون المدعى عليه غريبا أي مسافرا على الطريق فيلازمه، يعني لازم المدعي المدعى عليه مقدار مجلس القاضي فقط، مقدار مجلس القاضي، لأن هذا القدر أحبابنا مقدار مجلس القاضي هذا لا يقطع المدعى عليه عن رفقته، عن القافلة التي هو معها. نعم. ويحصل كذلك للمدعى عليه، يحصل في هذه الملازمة مقدار مجلس القاضي، يحصل فيه كذلك النظر للمدعي. فإن جاء أوان قيام القاضي من مجلس القضاء ولم يحضر المدعي بينته، لم يحضر المدعي بينته، اي نعم، فماذا يفعل القاضي؟ تعال أيها المدعى عليه، اي نعم، ينبغي عليك الآن أن تحلف، إذا حلفت خلينا سبيلك وتذهب حيث ما شئت. فيحلف المدعى عليه، يحلف المدعى عليه ويخلي سبيله ويذهب حيث شاء، يعني الأمر سهل لا تعقيد فيه. قال وكذا لا يكفل أو لا يكفل إلى آخر المجلس، إلا إلى آخر المجلس القاضي. يعني لو طلب الآن المدعي طلب كفيلا، إذا صار في عندنا الآن إحنا أحبابنا أمران، عندنا ملازمة المدعى عليه وعندنا الكفالة في المقيم، المدعى عليه المقيم يعني يلازمه المدعي مطلقا ويأخذ منه كفيل 3 أيام. أما المسافر يلازمه فقط مقدار مجلس القضاء، ساعة ساعتين 3 4 5 مقدار مجلس القضاء، ويأخذ منه كفيل كذلك مقدار مجلس القضاء، ليس 3 أيام، يعني هذا غريب. فإذا أراد أن يذهب المسافر لشراء شيء، بعض الحاجيات، نسأل القاضي كم ساعة تحتاج؟ 4 ساعات، ائتني بكفيل يكفلك أيها المدعى عليه 4 ساعات أو 5 ساعات. عندما تنقضي 5 ساعات الكفيل لا علاقة له بذلك، ولكن مطلوب بأن يحضر المكفول قبل انقضاء مجلس القضاء. فإذا لم يطلب منه إحضار المكفول قبل انقضاء مجلس القضاء هو غير مطالب، لا حرج عليه على الكفيل. وكذا لا يكفل إلا إلى آخر المجلس، أو لا يكفل ينبغي أن تكون، وكذا لا يكفل إلا إلى آخر المجلس، هكذا ينبغي أن تكون، وكذا لا يكفل. فالاستثناء
الاستثناء الوارد في قوله إلا أن يكون غريبا، هذا الاستثناء منصرف إليهما. إيش إليهما يعني أحبابنا؟ إلى الملازمة والتكفيل والكفالة، لأن في أخذ الكفيل والملازمة لأن في أخذ الكفيل وفي الملازمة زيادة على ذلك، زيادة على يعني أخذ الكفيل أكثر من مجلس القضاء والملازمة أكثر من مجلس القضاء. إيه هذا ماذا فيه؟ قال هذا فيه إضرار، لأن في أخذ الكفيل والملازمة زيادة على مقدار مجلس القضاء إضرارا به بالمدعى عليه، بمنعه عن السفر سيقطع عن رفقته، ولا ضرر في هذا المقدار ظاهرا، لأنه بهذا القدر مقدار مجلس القضاء لا ينقطع عن أصدقائه وعن رفقته وعن الجروب إن صح التعبير الذي جاء به. طبعا قد يقول قائل الآن المدعي يتضرر بذلك، فكيف نتجنب الضرر الذي يلحق المدعى عليه ونتجاهل الضرر الذي يلحق بالمدعي؟ وفي ذلك نكون قد رجحنا مصلحة المدعى عليه على مصلحة المدعي. قال لا انتبه، هنا عندنا ضرران، عندنا ضرران، الضرر الذي يلحق بالمدعى عليه ضرر محقق، ضرر محقق، أما الضرر الذي يلحق بالمدعي ضرر موهوم. في عنا 50% أنه صادق، 50% أنه غير صادق، فالضرر الذي يلحقه موهوم، أما الضرر الذي يلحق المدعى عليه محقق، فلا يترك المحقق من أجل أمر موهوم. فراعينا مصلحة المدعي بالقدر المستطاع الذي لا يعود بالضرر المحقق على المدعى عليه. واضح الكلام أحبابنا إن شاء الله. قال ولا ضرر في هذا المقدار ظاهرا. وإذا قال المدعى عليه في جواب مدعي الملك ادعى زيد على عمرو بأن هذا القلم الذي هو بيدي، ادعى زيد علي بأن هذا القلم الذي بيدي أنه ملكه، ادعى أنه ملكه. وإذا قال المدعى عليه أو أنا مثلا عندي عقار، ادعى زيد أن هذا العقار ملكه الذي أنا بيه هو بيدي، عندي عربية، ادعى زيد أن هذه العربية ملكه التي هي بيدي. وإذا قال المدعى عليه في جواب مدعي الملك هذا الشيء المدعى به منقولا كان كعربية وكتاب وثوب أو عقارا أودعنيه فلان الغائب، فأنا قلت لا يا أخي، أو عمر المدعى عليه قال لا، هذا الكتاب وديعة زيد الغائب غير موجود هلا الآن، أودعنيه فلان الغائب، أو أعارنيه أو أجرنيه، أجرني هذا العقار، أجرني هذه العربية هي ليست لك، أو رهنه عندي، أنا لي في ذمته مال، رهن هذا الكتاب عندي، رهن هذا العقار عندي، أو غصبته منه هذا الكتاب أو هذا العقار هو ليس لي، ولهذا غصبته من فلان الغائب، فكيف تدعي أنه ملكك؟ أو غصبته، ادعى، قال المدعى عليه أنا غصبت هذا العقار منه، أو قال المدعى عليه أنا سرقته،
وإن كان في خلاف بين سرقته وغصبته، سيأتي معنا، أو غصبته منه أي من الغائب، من الغائب، وأقام المدعى عليه البينة على ذلك، أقام البينة على أن هذه العين التي في يده أودعه إياها فلان الغائب، أو أعاره إياها فلان الغائب، أو هو غصبها منه، أقام البينة على الغصب، وأقام بينة على ذلك. إذن أحبابنا لاحظوا، قال المدعى عليه أودعنيه فلان الغائب، أعارنيه، أجرنيه، رهنه عندي، غصبته منه. كم صورة؟ خمسة. احفظوا هذه الصور الخمسة، سنحتاج إليها الآن بعد قليل. هذه خمس صور، وأقام بينة على ذلك، يعني على واحدة من هذه الصور الخمسة. وقال الشهود البينة، أقام البينة شاهدين، قالت البينة نعرفه، نعرف من؟ الضمير هنا راجع لمن أحبابنا، انتبه لا يلتبس الأمر عليك، نعرفه يعني نعرف الغائبة، وليس نعرف المدعى عليه، التبس الأمر على البعض. إذا نعرفه يعني نعرف فلانا الغائبة، يعني حبذا لو تكتب الآن عندك هنا الضمير راجع للغائب، نعرفه أي نعرف فلانا الغائب باسمه ونسبه، هو الغائب الذي فلان استأجر العقار منه أو سرق غصبه منه أو أعاره إلى آخره، محمد بن أحمد بن خالد إلى آخره، أو بوجهه، نحن لا نعرف اسمه ولا نعرف نسبه ولكن نعرفه بوجهه. فمعرفتهم، معرفة الشهود وجه الغائب فقط دون معرفة اسمه، كافية عند سيد أبي حنيفة رحمه الله. وشرط محمد معرفته بوجهه أيضا، يعني الإمام محمد ماذا قال؟ قال لابد من معرفة الغائب باسمه ونسبه ووجهه أيضا حتى تصح البينة. الآن قال العلماء أحبابنا، محل الاختلاف بين سيد أبي حنيفة ومحمد فيما إذا الخصم المدعى عليه ادعى الإعارة أو الغصب أو الأجارة إلى آخره، نعم، من معين، ادعاه من معين بالاسم والنسب، بالاسم والنسب، يعني قال أنا استأجرت العقار من سعيد ابن محمد ابن خالد، وأتى بالبينة، فشهدت البينة بمجهول، يعني قالوا نحن لا نعرف لا اسمه ولا نسبه، أي نعم، ولكن نعرفه بوجهه، انتبه، هو قال فلان ابن فلان ابن فلان، جاءت البينة قالت نحن لا نعرفه باسمه ونسبه ولكن نعرفه بوجهه. فهنا قال الإمام محمد لابد من معرفة الشهود للنسب والاسم مع معرفة الوجه. إذن هنا محل الخلاف، هنا محل الخلاف، نعم. أما لو ادعاه من مجهول، نعم، ادعاه من مجهول، لم تقبل الشهادة شهادتهم أبدا، لم تقبل شهادتهم أبدا. قال في البزازية وتعويل الأئمة على قول محمد رحمه الله، يعني أنه لا بد من معرفة الشهود لاسم الغائب ووجهه، أن يعرفوه بشكل كامل. إذن قال وقام بينة على ذلك، قال فلا خصومة بينه وبين المدعي، لا خصومة بين ذي اليد،
لا خصومة بين ذي اليد وبين المدعي. ليه؟ قال لأن المدعى عليه الخصم أثبت ببينته أن يده على هذا المدعى ليست بيد خصومة، ليست بيد خصومة. لما قال أودعنيه أو أعارنيه أو أجرنيه أو رهنه عندي أو غصبته منه، يكون قد أثبت وأتى بالبينة على ذلك، قد أثبت أن يده يد أمانة على هذا المدعى، ويد الأمانة لا تكون يد خصومة من المدعي. يعني يد أمانة هذه. فإذا لأنه أثبت ببينته أن ولم يثبت الملك لنفسه، أما لو أثبت الملك لنفسه طبعا صارت يده يد خصومة، لأنه أثبت ببينته أنه ليست أن يده عفوا ليست بيد خصومة. واضح أحبابنا الكلام إن شاء الله. وقال أبو يوسف، الله، إن كان الرجل صالحا، أيوه تمام، إن كان الرجل، أي رجل؟ يعني ذو اليد، إن كان ذو اليد الذي قال أودعنيه أعارنيه أجرنيه رهنه عندي، أما إذا غصبته ما يكون صالحا. إن كان الرجل المدعى عليه ذو اليد صالحا، يعني غير معروف إلا بالخير والصلاح، فالجواب كما قلنا، يعني تندفع الخصومة بمجرد قوله، بمجرد قوله أعارنيه رهنيه رهن رهن رهنيه أو أرهنيه، أي نعم، أو رهنه عندي أفضل، أو أجرنيه أو أودعه عندي، تندفع الخصومة. إينا. كما تندفع الخصومة بالبينة لو أقام البينة على ذلك. هذا قول من؟ قول أبي يوسف. وإن كان ذو اليد المدعى عليه معروفا بالحيل، قال لا تندفع عنه الخصومة لأنه يحتال لإبطال حق غيره. كيف؟ كأن يأتي ببينة، كأن يأتي ببينة على أن فلانا أودعه هذا العقار حيلة، أو أن فلانا أجره هذا العقار، كي يبطل حق غيره بهذه البينة ويدفع الخصومة عنه. قال في الدر: وبه يؤخذ، واختاره في المختار بقول أبي يوسف. وهذه مخمسة كتاب الدعوة، وهذه مخمسة كتاب هذه المسألة، كما قلنا لكم، قال أودعنيه أعارنيه أجرنيه رهنه عندي قصدته، خمس مسائل. هذه مخمسة كتاب الدعوة، يعني من كتاب الأصل عند الإمام محمد، خمس مسائل، خمس صور، أو فيها خمسة أقوال، خمسة أقوال. قول سيدي أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقول الصاحبين أيضا، صار في عندنا الثلاثة، وعندنا قولان آخران في هذه المسألة. قال: وهذه مخمسة كتاب الدعوة، لأن فيها أقوال خمسة علماء، كما بسط في الدرر، أو لأن صورها خمس. قيدنا بدعوى الملك، الشيخ ماذا قال؟ وإذا قال المدعى عليه في جواب مدعي الملك، فقيد كلام المتن بمدعي الملك، لأنه
لأن المدعي لأنه يعني لأن المدعي لو كان دعواه عليه عليه على من؟ على ذي اليد. لأن المدعي لو كان دعواه على ذي اليد الغصبة، المدعي ادعى على عمرو بأنه غصب منه قلمه، المدعي ادعى على عمرو بأنه غصب منه عقاره، غصب منه ثوبه إلى آخره، أو السرقة، ادعى زيد على عمرو بأنه قال المدعي لذي اليد هذا الكتاب الذي بيدك غصبته مني أو سرقته مني، هذا الثوب، هذا العقار، هذه العربية إلى غير ذلك. ادعى المدعي على ذي اليد بأنه غصب العين منه. قال وجاء، انتبه، وجاء المدعى عليه ذو اليد بالبينة، بالبينة على أن فلانا، على أن فلانا قد أعاره هذا البيت، يعني فلان ادعى على زيد بأنه سرق منه العقار أو غصب منه العقار، فقام زيد أتى ببينة على أن محمدا أعاره العقار أو أجره العقار أو أودعه العقار، قال لا تندفع الخصومة عن المدعى عليه، لا تندفع الخصومة عن المدعى عليه وإن أقام البينة على أن العين وديعة أو رهن أو غير ذلك. نعم. فلا تندفع الخصومة، لا تندفع الخصومة عنه. ليه؟ قال لأن ذا اليد يصير خصما بدعوى الفعل عليه. أنا المدعي لما قلت هذا العقار الذي في يدك يا زيد غصبته مني فأقام البينة على أنه وديعة من فلان، أنا الآن الدعوى التي أقمتها على الفعل، ادعيت عليه الغصب الفعل. قال لأن ذا اليد يصير خصما بدعوى الفعل الغصب أو السرقة عليه لا بيده، وليس الدعوى على 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 الملك الذي بيده. نعم. وصيرورة المدعى عليه أو صيرورة ذي اليد خصما في الفعل، لاحظوا الكلام أحبابنا، صيرورة ذي اليد المدعى عليه خصما في دعوى الفعل لا يفتقر إلى اليد أصلا، يعني لو ادعيت أنا على زيد بأنه سرق مني كتابا، هل يشترط لصحة هذه الدعوة أن يكون الكتاب بيد زيد المدعى عليه؟ لا يشترط. فإذا الدعوة بالفعل أحبابنا لا يشترط فيها، لا يشترط فيها أن يكون المدعى موجودا بيد المدعى عليه، فلذلك لا تسقط بالخصومة، لا تندفع الخصومة بإقامة البينة على أن هذا العقار استعاره من فلان أو أودعه في داخله. قال لأن ذا اليد يصير خصما بدعوى الفعل عليه لا بيده، بخلاف دعوى الملك، بخلاف دعوى الملك. إيه نعم. بخلاف يعني مثلا انتبهوا على أحبابنا، بخلاف ما لو أنا ادعيت ملك دار، ادعيت
على زيد بأني أملك رفعت دعوة للقاضي بأن زيد على زيد إيه؟ بأني أملك الدار الفلانية التي ليست بيد زيد، لا تثبت الدعوة عليه. فالدعوة على المدعى عليه بالملك حتى تصح لا بد وأن يكون المدعى به موجودا في يد المدعى عليه. أما الدعوة بالفعل لا يشترط أن يكون المدعى به موجودا في يد المدعي. لاحظنا أحبابنا هذا معنى بخلاف دعوى الملك، بخلاف دعوى الملك. فهنا لما قال ادعى الملك، أنا ادعيت الملك أن هذا القلم الذي بيد زيد هو ملكي، فصحت الدعوة، صحت الدعوة بخلاف دعوى الملك وتمامه في الهداية. في سؤال أحبابنا إلى هنا؟ وإن قال من فعل؟ قال المدعى عليه. وإن قال المدعى عليه ابتعته من الغائب، اشتريته من الغائب، اشتريته من الغائب، يعني قال المدعى عليه هذا الشيء المدعى به منقولا كان أو عقارا، عفوا ادعى، ليس هذا، ادعى المدعي زيد ادعى، نعم، قال هذا العقار الذي بيدك يا زيد هو ملكي، هو ملكي، فأقام المدعى عليه البينة على أن فلانا الغائب أودعه، أعاره، أجره، ورهنه، أو غصبه هو منه، تسقط، تندفع الخصومة. هاي واحد. اثنين، أقام الآن المدعى عليه البينة، قال أنا هذا العقار الذي في يدي وتدعي أنه ملكك اشتريته من فلان الغائب، وأتى بالبينة على ذلك، قال لا تندفع الخصومة عنه، لا تندفع الخصومة عنه، فهو خصم. ليه؟ لأنه لما زعم أن يده، ما قال اشتريته، فالآن إيش؟ وأتى بالبينة على ذلك، فالآن ادعى أن يده على هذا العقار يد ملك وليست يد أمانة، فكان خصما، لأنه لما زعم أن يده يد ملك اعترف بكونه خصما. وإن قال المدعي سرق، بالبناء للمجهول، ما قال فلان سرق القلم مني، سرق العقار، لا، هذا العقار لي وقد سرق مني، هذا القلم لي وقد سرق مني، سرق مني، لاحظ بالبناء للمجهول. وإن قال المدعي سرق مني هذا الشيء وأقام البينة على دعواه، أقام البينة على أن العقار سرق منه، وقال صاحب اليد أودعنيه فلان، أودعنيه فلان، وأقام البينة على دعواه، أقام البينة على دعواه، قال لم تندفع الخصومة، لم تندفع الخصوم، قال في الهداية وهذا قول سيدي أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وهو استحسان، يعني القياس تندفع، وقال محمد تندفع، وقوله القياس. لماذا تندفع الخصومة؟ وقام البين على أن فلان أودعه أو أعاره أو غير ذلك.
قال لأنه لم يدعي الفعل عليه. لاحظ، لم يدعي الفعل على ذي اليد، لم يدعي الفعل على ذي اليد. ليه؟ لأنه ماذا قال المدعي؟ قال سرق العقار مني، ما قال له سرقت. واضح؟ إذا قال لأنه لم يدعي الفعل على ذي اليد، فصار كما إذا قال، فصار كما إذا قال غصب مني على ما لم يسمى فاعله. فلما قال غصب، هذا ماذا فيه؟ غصب مبني المجهول، فيه تجهيل الغاصب، فيه تجهيل الغاصب. فالإمام محمد قاس سرق على غصب، فإذا قال غصب مني يعني إيش؟ مو معروف من هو الغاصب، إذ الغاصب غير معروف مني. فقد يكون الغائب فلان الغائب هو الذي غصبه، وقد يكون غيره، فلذلك تندفع الخصومة عن المدعي. هذا ما قاله الإمام محمد. واضح أحبابنا؟ الله. فالإمام محمد أحبابنا يرى أن هذه الدعوة دعوى الفعل على مجهول، لما قال سرق، فقال الإمام محمد هذه دعوى الفعل، بدعوى الفعل لا تندفع الخصومة، ولكن هذه دعوى الفعل، دعوى الفعل على مجهول، لأنه قال سرق، ودعوى الفعل على المجهول ما حكمها؟ باطلة، غير صحيحة، غير صحيحة. هذا دليل الإمام محمد. ولهما أن ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا محالة. ماذا قال؟ قال سرق، وهذا فعل ماضي مبني للمجهول، فذكر الفعل يستدعي الفاعل لا محالة، لأن الفعل بدون فاعل لا يتصور. فلما قال سرق لابد من وجود فاعل، لابد من وجود فاعل. ولهما أن ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا محالة، والظاهر أنه أن السارق هو الذي في يده، الذي العقار في يده. أنا قلت سرق العقار مني فإذا به في يد زيد، فالظاهر أن السارق هو زيد. إلا أنه المدعي إنسان محترم، عنده أدب، وعنده دين، وعنده خشية من الله عز وجل. إلا أنه المدعي لم يعينه، لم يعين السارق. ليه؟ قال درءا للحد عنه، لا يريد أن تقطع يده، شفقة عليه وإقامة لحسبة الستر. فصار كما إذا قال سرقت، هكذا اضبطوها أحبابنا بالخطاب المذكر، فصار كما إذا قال سرقت، فتح السين والراء والتاء، بخلاف الغصب. هذا رد على الإمام، على قياس الإمام محمد، بخلاف الغصب، لأنه لا حد فيه، لا حد فيه، فلا يحترز عن كشفه، فلا يكون المدعي معذورا في التجهيل، فلذلك تندرئ الخصوم عنه بالغصب اتفاقا. لو قال غصب، هذا عقار غصب مني، تندفع الخصومة بالاتفاق. في سؤال أحبابنا؟ قال الإسبجاني: والصحيح الاستحسان، وعليه اعتمد الأئمة المصححون. تصحيح. وإذا قال المدعي ابتعته من فلان، المدعي قال اشتريته من زيد الغائب. طبعا لما نقول فلان غائب يعني لابد من ذكر اسمه ونسبه، كما مر معنا قبل قليل. الله. وقال صاحب اليد
أودعنيه فلان ذلك. قال سقطت الخصومة عن المدعى عليه بغير بينة، بغير بينة. ليه؟ قال لتصادقهما على أن الملك لغير ذي اليد، يعني توافقا اتفقا على أن أصل الملك في العين لغير ذي اليد، لتصادقهما على أن الملك لغير ذي اليد، فلم تكن يده يد ذي اليد يد خصومة، إلا أن يقيم المدعي، إلا أن يقيم المدعي أن فلانا وكله بقبضه. فإذا قام المدعي بينة على أن فلانا وكله بقبض العين التي بيد المدعى عليه، وكله بقبضه، قال لإثباته كونه أحق، كون المدعي أحق بإمساكه بإمساك المدعى به، فتبقى يد المدعى عليه يد خصومة. ثم قال واليمين إنما هي بالله تعالى دون غيره. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.